نتواجد الان في هذا الشاطئ الجميل شاطئ وذليان، واللي بالمناسبه كيحصل على اللواء الازرق للمره الرابعه على التوالي وجائزه الاميره لاله حسناء للشاطئ المستدام. وهو ليس فقط الشاطئ وذليان وحده والذي حصل على هذا اللواء، وانما هناك بالاضافه الى الشاطئين هناك شاطئين اخرين بدورهما حصل على اللواء الازرق، وهو شاطئ سيدي قرنقش للمره الثانيه على التوالي، وكذلك شاطئ الدلية. هذه الشارة الدولية التي حصل عليها هذا الشاطئ بفضل تضافر جهود مجموعة من الفاعلين من جمعية المجتمع المدني وأيضا السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبة والشركة الداعمة للمشروع. هذا الشاطئ حاصل على اللواء الأزرق من بين 21 شاطئ على طول التراب الوطني. الحفل هذا ديال رفع اللواء الأزرق اللي كيجي بعد واحد المجهود كبير ديال هاد المنظمين، من بيناتهم لي سبونسور تحت الرعايه السامية ديال لاله حسناء. وهاد الشاطئ هذا اللي على العام الرابع اللي كيتهز فيه اللواء الازرق، وهاد اللواء ما كيجيش سهل لان عده مجهودات كدار، بيناتهم جوده المياه العاليه. بحر الدالية واعر مزيون كيعجبنا، الجو ديالو مزيون فهمت، والبحر الغابه ديالو نقيه وكل شيء فهم زين والماء بارد، واليوم شويه د الشرقي فهمت هادشي ماكن. بحر الدالية بحر جميل بزاف، عجبتنا المرافق اللي فيه كامله. البحر الحمد لله ثم في التدخلات اللي كاينه الوقايه المدنيه وكاين الطرق، كاين الحمد لله الاسعافات الاوليه اللي موجوده هنايا. الحمد لله كنجيب ولادنا هنايا باش يتفجوا شي شويش. وهذه البنيته ديالي اللي كبرت. بابا هضر، بحال عجبك بابا؟ عجبك بزاف ولا شويه؟ بزاف. عجبك بزاف ومشيتي عمتي بزاف ولا شويه؟ بزاف. عمتي وعجبك دابا؟ نرجعوا مره اخرى ولا لا؟ نرجعوا مره اخرى. برافو.